عموما خلينا نتكلم عن كأس العالم، لأنه الحقيقة ما شاهدناه في هذه النسخة من كأس العالم أعتقد واحدة من أفضل نسخ كأس العالم خلال الفترة الأخيرة، مش هقول في التاريخ، على الأقل خلال الفترة اللي أنا شفت فيها. طبعا كأس العالم كان يعني بصراحة أنا بشوفه أمتع مونديال شفته أو عاصرته. شفنا تنظيم ممتاز جدا من قطر، بصراحة قطر تستحق التحية على اللي عملته، وكمان في الختام الفكرة اللي هي في ميسي واللي هم ملبسينه كده، ده برضو يعني علامة كويسة للرجل العربي، وإن هو حاجة محترمة أوي منهم، تنظيم هايل. أحرجوا أي دولة هتيجي تنظم بعد كده المونديال؟ أعتقد إن قطر أحرجتهم. شفنا المغرب والعظمة اللي قدمتها، يمكن المغرب كانت 81 على العالم في سنة 2014، النهاردة المغرب 11 على العالم وبيوصلوا للمربع الذهبي، ولأول مرة فريق عربي وأفريقي بيوصل لنص نهائي المونديال. بعد كده ما عادش هيبقى في حاجة اسمها تمثيل مشرف، فالمغرب برضو قدمت مونديال خيالي. نعم، شفنا الأرجنتين وميسي، وده بقى قصة وحكاية لوحده، إن إحنا عاصرنا أسطورتين هيظل التاريخ يفتكرهم، سواء ميسي أو رونالدو، والمنافسة اللي ما بينهم من سنة 2004 ومن 2003 لغاية دلوقتي. فكان يستحق بصراحة ميسي، ان هو انا فرحان لميسي رغم ان انا بحب رونالدو اكتر، بس انا فرحان لميسي لان هو يستحق اللي ياخد كاس عالم، يستحق ان هو يبقى زي طبعا الاسطورة مارادونا. ميسي الارجنتين كنا دايما بنقول ان الارجنتين رغم الخسارة من السعودية، متعة كاس العالم شفنا ان هو فرقة زي الارجنتين خسرت من اول ماتش من السعودية وتاخد المونديال في الاخر. دايما بنقول ان البطل بيبدأ تدريجي، يعني في البرازيل نظرية بمناسبة الكلام اللي انت بتقوله على الأرجنتين، في نظرية بتقول اللي يكسب البطل يبقى بطل. يبقى السعودية البطل. فانت الاول يعني السعودية طبعا كسبت الارجنتين، الارجنتين مستواها تدرج، اسكالوني اللي شفته منه مدرب الارجنتين ان هو واحد من المدربين اللي بتذاكر المنافس كويس جدا وبتبدأ الماتش كويس جدا، ولكن تغييراته سيئة قوي والشوط الثاني منه ضايع حقيقي ضايع. يعني حتى مباراة السعودية مثلا 2-1 للسعودية في الشوط الثاني، في المباراة الأخيرة مباراة هولندا لما كان كسب 2-0 لما نزل لوتارو مارتينيز وراح مخرج الفاريز اللي كان عامل له شكل، مباراة النهائي والفكرة بتاعت ديماريا كانت مباراة ممتعة جدا، وده أنا بشوفه أمتع نهائي في تاريخ كأس العالم. المباراة اللي هي كلنا قلنا يمكن المباراة انتهت 2-0 للأرجنتين خلاص، يعني فرنسا قدرت ان هي تسجل. طبعا انا شايف ان التركية اللي عملها ديميريا المدرب سكالوني، ان هو دفع بديميريا عشان الجبهه اليمنى الضعيفه لمنتخب فرنسا، قدر ان هو يستغلها وقدر ان هو يجيب ضربه جزاء من اللعبه الاولانيه واللعبه الثانيه قدر يسجل منها. يمكن اللي لاحظته برضو في كاس العالم ده ان اللي بيدافع كويس هو اللي بيكسب، خاصه في مباراه النوك اوت، مباراه الذهاب والاياب، كل الفرق اللي سابت الاستحواذ واللي دافعت كويس هي اللي كسبت. فتملي دي نقطة مهمة. الحاجة التانية برضو استفدنا التحكيم، خاصية الفار اللي هي مصيدة التسلل أو تقنية التسلل. لا لا لا، معلش معلش، عشان انت كده مودينا في حتة صعبة قوي. يعني ايه استفدنا؟ مين اللي استفاد؟ مصر يعني، اتحاد الكرة في مصر ما يعني. الحاجات دي المفروض هتطبق عندنا بقى بعد كده، مين يعني اللي تطبق؟ تطبق ايه التقنية دي؟ لا تطبق بعد عندنا في كده، مصر ما زي الفار، ما هو بعد الفار كده بقى اللي هو بعد 10 سنين يعني، المفروض بقى يعني المفروض تطبق عندنا من قريب، لان احنا بنعاني هنا قريب. برضو. بنشوف ناس بتشتكي من التحكيم وتقول الاهلي بيتجامل، ولا الاهلي ولا الجامل حاجه ولا حاجه السنه دي خالص، انا ما اعرفش. هنتكلم من الاهلي تاني، بس ما تدخلناش في التقنيات اللي احنا يعني يعني احنا ممكن ان استفدنا يتم كمان تطبيقها يعني. ركلات الجزاء. ركلات الجزاء كان الواحد في الاول بيتوقع ان هي ايه، حظ. لا دلوقتي ركلات الجزاء بقت مدرسه، وان انت بتذاكر لها وبتعتمد، يعني طبعا في مدارس معينه. ميسي مثلا في مباراة هولندا اللي هي بتشوط في المقص، اللي هي الزوايا الصعب الحارس يوصل ليها، طبعا امبابي شاط 3 ضربات جزاء في النهائي نفس الحتة في نفس الحتة، بس هي معتمدة على ايه؟ على القوة والدقة، ان صح. انا هشوط وهحطها في الزاوية اللي هي في اخر المرمى خالص، حتى لو الجون طار معاها مش هيجيبها. تمام.